أخبار اليوم. في المنزل أو في العمل أو في أي مكان يمكنك أن تحتفل بعيد ميلاد، لكن احتفالهم كان مختلفا وهم يرقصون على رفات المقابر بنغمات شعبية مع الموتى. فين العمل؟ هذه عيد ميلاد دي روح يلا ليل انا بعرف كل يحتفل على طريقته، ولكن في النهاية تبقى المقابر هي محياهم ومماتهم. مصطفى سعد، أخبار اليوم.